بسم الله الرحمن الرحيم. ده توتوريال رقم 4 من مادة الهاي واي اند ايربورت انجينيرنج، ومعاك باشمهندس محمد عادل البطل. اول حاجه بنتكلم عنها النهارده بنتكلم عن الفيرتيكال الاينمنت. ايه الفيرتيكال الاينمنت ده؟ ببساطه هو بيقول لك ان ده عباره عن ستريت سيكشنز كونكتد باي فيرتيكال كيرفز. ايه الفكره؟ الفكره ان احنا لو تخيلنا ان ده الطريق، دي الناتشورال جراوند ليفل، هو ده شكل الطريق العادي. تمام، احنا لما بنلاقي شكل الطريق كده طبيعه الطريق ان الجيومتري بتاعته هتكون ايه، متغيره. فبالتالي اول خطوه بعملها بحاول اعمل الطريق احوله لستريت سيكشنز. يعني انا هنا ايه، يعني مثلا الطريق ده خدته كده ستريت سيكشنز، بحيث ان انا اخلي الجزء اللي انت هتعمل له قط قد الجزء اللي انت ايه هتعمل له فيل. فبالتالي بخلي الطريق، بيبقى الطريق اصبح عندي عباره عن ايه، هي لاينز كده. تمام، عباره عن ستريت سيكشنز. لو جينا نتخيل العربيه بتاعتك هي ماشيه كده لاين زي ده، واخد جي سلوب معين وينزل على اسلوب معين، العربيه مثلا في حته هنا هيحصل فيها مشكله. فبالتالي انا عشان العربيه تقدر تتحرك سموزلي ما بين الستريت سيكشنز دي، هاجي عند النقطه دي مثلا واعمل ايه، واعمل ايه كيرف مثلا، كيرف حاجه بالشكل. تمام، ومكمل كده ومكمل كده وهكذا في بقيه الطريق. مثلا حته زي دي هعمل ايه، هاجي هنا اروح اعمل ايه كيرف كده. ده اللي بنسميه الفيرتيكال كيرف. دي فكرته ايه ببساطه، ان انا عشان ان انا هقدر اخلي العربيه تتحرك نفسها سموزلي. ايه فايده الفيرتيكال كيرف؟ قال لك ايه، قال لك ده اول حاجه بروفايد جراديوال تشينج فروم وان تانجنت تو انذر فور ا سموز فيكل اوبريشن. تاني حاجه بروفايد ا سيف اند كونفورتبل رايد اوف فيكلز اون ا رود واي. تالت حاجه ان ده بيكون بارابوليك كيرف. يعني ايه بارابوليك كيرف؟ الحاجه كل ما تكون بارابولا، يعني هي فكرته ان هو مش سيركل، هو واخد شكل بارابولا، يعني تحس ان حاجه مشدوده ممطوطه كده. تمام، دول الثلاث حاجات ايه بالنسبه للفيرتيكال كيرف. الفيرتيكال كيرف ده بيكون، لو الناس تفتكر من قبل كده انا كنت بنتكلم لو الجي السلوب بوزيتيف ده معناه ان انا طالع، طب لو نيجاتيف ده معناه ان انا نازل. جميل، طب الفيرتيكال كيرف ده بيكون ايه؟ قال لك الفيرتيكال كيرف ده وارد ان هو يكون كريست، او وارد ان هو يكون ايه ساج. يعني ايه كريست وساج؟ بالعربي اللي هو حاجة مقعرة وحاجة محدبة. يعني ايه كريست؟ ده ان الكيرف نفسه باصص لتحت، الساج ان الكيرف نفسه ايه باصص لفوق. تمام، جميل. طب افرض ان انا مثلا اديتك جي 1 ببوستيف وجي 2 بنيجاتيف، يبقى ده انت عرفت ان هو كريست، لان جي 1 ببوستيف ده معناه طالع، جي 2 بالنيجاتيف ده معناه نازل، فيبقى ده ايه اكيد الكيرف ايه ما بينهم كده، فده عرفنا ان هو كريست. طب لو اديتك الجي 1 بنيجاتيف ده معناه انه نازل، وبعد كده بوزيتيف طالع ده معناه ان انت عرفت ان هو ساج، صح؟ لان ده نازل وبعد كده طالع، فانت عرفت ان هو اكيد ساج. جميل، طب افرض ان انا اديتك الاثنين سلوبز بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف، انت مش تبقى عارف ان هو كريست او ساج. بمعنى ان هنا مثلا ده بوزيتيف نيجاتيف عرفت ان هو كريست عادي، طب ده بوزيتيف بوزيتيف انا عملته كريست هنا، طب نيجاتيف نيجاتيف عملته ساج، قصدي عملته برضه كريست. يعني اذا لو بوزيتيف بوزيتيف هو ممكن يكون كريست او ساج، انا مش عارف. ادي بوزيتيف، ادي ميل طالع، والميل التاني بوزيتيف طالع، هنا الميل نيجاتيف نازل والنيجاتيف نازل. احنا دايما نظرتنا بنكون بنبص من الشمال لليمين، يعني انا ايه طالع اهو من الشمال، لان انت ممكن لو بصيت من اليمين هتلاقي ان ده طالع، لا احنا دايما بنبص من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، نبص كده. المهم فانت كده علي، انا اتفقنا لو هو بوزيتيف نيجاتيف عرفت ان هو كريست، لو بوزيتيف بوزيتيف ده ممكن يكون كريست، نيجاتيف نيجاتيف برضه ممكن يكون كريست. بالنسبه للساج، لو نيجاتيف بوزيتيف هو اكيد ساج، طب لو نيجاتيف نيجاتيف ده ايه يمشي ساج. ولو تفتكر المره فاتت كنت عامل نيجاتيف نيجاتيف اهو، نيجاتيف نيجاتيف وكان ماشي كريست، طب بوزيتيف بوزيتيف هنا موجود ساج، وفي السلايد اللي فاتت ايه كان بوست، كان برضه ايه كان كريست اللي هو ايه بوزيتيف بوزيتيف. فاذا انت لو هو الاثنين سلوبز دول واحد فيهم بوزيتيف والتاني نيجاتيف انت عرفت هو ايه، لو واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف عرفت هو ايه، لو الاثنين زي بعض السلوبز نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف بوزيتيف انت مش تبقى عارف هو ساج ولا كريست. طب نعرف منين؟ ممكن في السؤال نفسه. بمعنى السؤال نفسه ممكن اقول لك اديني الاليفيشن والستيشن بتاع الهايست بوينت، طالما قلت لك بكلمك عن الهايست بوينت يبقى ده ايه كريست، ان في نقطه عاليه فوق. طب لو قلت لك الستيشن والاليفيشن بتاع اللوست بوينت ده انت عرفت ان هو ساج، وان دي ايه اوطى نقطه ليه. تمام دي الفكره ايه ببساطه. بعد كده عندنا حاجه اسمها كريتيكال لينس بتاعت الابجريد. ايه كريتيكال لينس ده؟ ببساطه جدا ايه هو ده؟ اللينس التراك بتاعتك ممكن تمشي من غير ما يحصل لها ريدكشن في السبيد.
طب الكريتيكال لينس ده بيعتمد على ايه؟ الانيشال سبيد اللي انت طالع بيها، وليكن ان انا طالع على جريد بوستر، طالع اب جريد مثلا، فالجريد ده بوستر، بيعتمد على سرعتك الانيشال سبيد عند بدايه الجريد، سرعتك وانت عند بدايه الجريد اللي هو اللي طالع ده، والفاليو بتاع قيمه الاب جريد ده، هل هو طالع، هل ده بوست في 3 ولا هلاقيه بوست في 5 كده، ولا بوست في 10 كده، ولا الجريد ده عامل ازاي. اخر حاجه التراك كاركترستكس اللي هي الباور والحاجات بتاعت ايه التراك نفسها. بعد كده هنا بنتكلم، ادي ده اكزامبل، بيقول لك ايه؟ بيقول لك if a highway with a traffic normally running at 65 mile per hour has an inclined section with a 3% grade, what is the maximum length of grade that can be used before the speed of larger vehicles is reduced to 55 mile per hour. هو بيقول لك ان انت لو ان الترافيك ماشي بسرعه 65، وان اللارجر ترافيك هيحصل ريدكشن في السرعه، هتنزل ل 55، وان الجريد بتاعك بوست في 3، ايه اقصى لينس ممكن نقدر نمشيه من غير ما يحصل لنا ريدكشن؟ ايه اقصى لينس نقدر نمشيه عشان يحصل لنا ريدكشن من السبيد اللي هي 65 ل 55؟ الموضوع ببساطه، انت معاك الجريد ب 3% ومعاك الريدكشن بتاع السبيد، ان هي السبيد كان ماشيه ب 65 مايل بر اور هتبقى 55، فيبقى عندك ريدكشن في السبيد 200 مايل بر اور. الجراف ده هو اللي بقدر ايه اجيب منه ايه الجريد لينس. هنا اول كيرف ده مكتوب هنا 5، هنا 10، هنا 15، هنا 20، هنا 25، هنا ايه 30. الكلام ده السبيد ريدكشن، يعني السرعه هيحصل فيها ريدكشن قد ايه، وده خد بالك اليونت هنا مايل بر اور. هنا البرسنت ابجريد، الابجريد هنا بكام برسنت، هنا جريد لينس، اللينس بتاع الجريد نفسه بقد ايه. طب انا الكيرف اللي انا بتكلم عنه، انا 3% الجريد بتاعي، السبيد ريدكشن ب 10، فتدخل بالتلاتة، هنخبط في ال10 نجيب هنا ايه فاليو. الفاليو هنا تقريبا ده ايه، هنا النقطة دي ب 1000، هنا 1100، 1200، 1300، 1400، يبقى اذا انت عرفت ان انت ايه 1400 فيت. ده معناه ايه؟ معناه ان لو الطريق الجريد بتاعه بوست في 3، عشان يحصل لي ريدكشن للسبيد ب 200 مايل بر اور، هيحصل لي ريدكشن للسبيد ب 200 مايل بر اور بعد 1400 فيت، يعني بعد ما العربيه دي مش 1400 فيت هيحصل لي الريدكشن للسبيد، هتنزل من 65 ل 55. طب في شويه ريكومنديشن كده، احنا الطبيعي بتاعنا ان الجريدز بتاعتنا بتكون من 4 ل 5. حلو، لو ان انت بتتكلم عن باسنجر كار، لو باسنجر كار لو الجريد ده ازيد من 5، انت طبيعي ان السرعات هتحصل لها ديكريزنج وهي طالعه في الابجريد، وهيحصل لها انكريزنج وهي نازله فيه في الداون جريد. لو بنتكلم على التراك، ان الحد 5% داون جريد، تمام، السبيد هتزيد لحد 5% في الداون جريد، وهتقل لو انت طالع ابجريد لحد 70%. دي ارقام تقريبيه. حلو، خد بالك احنا اللي هنا بنتكلم عنه، عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها ماكسيمم جريد ومينيمم جريد. ايه الماكسيمم جريد؟ ايه اقصى جريد اقدر اصمم بيه الطريق، وايه اقل جريد اقدر اصمم بيه الطريق؟ طب دول اعرفهم منين؟ قال لك الماكسيمم جريد ده في جدول بناء على الاوبريتنج كاركترستكس، هنقولها دلوقتي، بنعرف منه ايه الماكسيمم جريد. طب المينيمم جريد، هو المينيمم ده اصلا بتاعي؟ قال لك المينيمم ده بيكون ليه علاقه بالدرينج كونديشنز، ان انا اكون مميل للطريق سنه بحيث المياه تتجمع عند النقطه دي، ويبقى في ميل عرضي في الطريق تصرفها ايه للبايبس ايه اللي هتبقى موجوده ايه على جناب الطريق نفسه. فاحنا هنا الفكره ببساطه، ده المينيمم جريد. طب بالنسبه للماكسيمم ده هنجيبه ازاي؟ اذا المينيمم ده ليه علاقه بالدرينج كونديشنز، غالبا المينيمم ده بيكون ب 0.03 اللي هو ايه 3%، ده اقل جريد ممكن نعمله عشان ايه موضوع الدرينج. طب الماكسيمم جريد، الماكسيمم جريد هنجيبه من تيبل واحد، تعال نبص على تيبل واحد. ده التيبل هنا، لو ده فري واي، لو ده ارتيريال طريق شرياني زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، ده لو لوكال رود او ستريتس. الموضوع ببساطه ان انت عن طريق السرعه، وان انت عرفت ان هو فري واي، هل هو ماونتينيوس ولا اذر ذان ماونتينيوس، هل هو فلات ولا رولينج ولا ماونتينيوس، هل هو فلات ولا رولينج، ولا على حسب نوعيه الطريق، وعلى حسب الطريق ده لوكال ولا ارتيريال ولا فري واي، وعلى حسب السرعة هتجيب رقم. الرقم ده وليكن 8، دي 8%، ده معناه ان ده اقصى جريد للطريق، يعني اقصى جريد للطريق ينفعله هو ايه 8%. ده ايه؟ ده على حسب، هل الطريق ده فلات، رولينج ده اللي هو طريق مدق، ماونتينيوس ده طريق جبلي، تمام. دي فكرة الماكسيمم جريدز. طب تعالى نتكلم بقى عن الفيرتيكال كيرف نفسه. احنا ده شكل الفيرتيكال كيرف، ادي ده كريست، هنا النقطة، أول نقطة بنسميها بي في سي، او بي كده في سي، دي beginning of vertical curve،
او بوينت اوف فيرتيكال كيرف، دي اول نقطه على الكيرف. هنا النقطه بتاعه الانترسكشن، لو الكيرف كده وخدت هنا تانجنت وهنا تانجنت، نقطه الانترسكشن اسمها بي في اي، بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن. اخر نقطه بي في تي اللي هي بوينت اوف فيرتيكال تانجنت، او اي في سي اند اوف فيرتيكال كيرف. تمام. الفكرة هنا ببساطة ان انا مثلا ممكن اجي اقول لك ادي ده الكيرف اللي موجود عندك، انت هنا موجود عندك سلوب، وليكن السلوب ده جي واحد ده بفاليو، وده جي تو برضه بفاليو. هنا عندنا مسافة اسمها واي، المسافة اسمها واي دي المسافة دي من اي نقطة هنا على الكيرف لحد التانجنت. المسافة عندنا اسمها واي وان داش، واي وان داش دي المسافة من الكيرف نفسه لحد ايه اللاين اللي هو الهوريزونتال نفسه. ده مثلا وليكن عند مسافة اكس، هنا اللي على الاتنين اللي هو لحد نص الكيرف، وهنا ده نص الكيرف التاني، واللينس بتاعه كله ايه بيقل. عندنا كذا حاجة كده، هنا عندنا حاجة اسمها الاي، ايه الاي ده؟ قال لك ده حاجة اسمها الجبريك ديفرنس انجريدينتس. ايه الجبريك ديفرنس انجريدينتس؟ الفرق في الجريدز اللي هو جي 2 وانا جي 1، وده نفس قيمة الانجل اللي هنا، اللي هو ان انا الجريد ده ماينس الجريد ده. بس خد بالك ان دول بيكونوا ابسوليوت فاليوز، الرقم اللي هيطلع هنا بيكون ابسوليوت، بمعنى ان لو افترضنا جي 1 بوزيتيف 3 وجي 2 نيجاتيف 2، فهنقول جي 2 اللي هي بنيجاتيف 2 ماينس جي 1 اللي هي ب 3، فالكلام ده يديك المفروض نيجاتيف 5، وبما انه ابسوليوت هيدينا ايه 5. يبقى اذا الالجبريك ديستنس ايه، الالجبريك ديفرنس ايه ب 5. بعد كده ال ال ده التوتال لينس بتاع الكيرف، الكي ده حاجة اسمها ريت اوف فيرتيكال كيرف، الدرجة بتاعت الفيرتيكال كيرف نفسه. قال لك كده بيساوي اللينس على الايه، على الالجبريك ديفرنس. اللينس ده معايا اقدر بعرفه الايه اللي هو الايه، الالجبريك ديفرنس ايه اللي موجود. والكي دي غالبا الريت اوف فيرتيكال كيرف ده بيعتمد على السرعة النسبية بتاعت الكيرف. البي في سي بوينت اوف فيرتيكال كيرف، البي في تي بوينت اوف فيرتيكال تانجنت، البوينت اوف فيرتيكال انترسكشن، الاكس دي الهوريزونتال ديستانس ات اني بوينت فروم ذا بي في سي. يعني الاكس دي ممكن الاكس دي هي مسافه من اول نقطه على الكيرف، تمام، هوريزونتال ديستانس لاي نقطه على الكيرف من بدايته. ده في طبعا احنا كده في الاتجاه الطولي بتاع الايه الكيرف، اللي هو انت الطريق مثلا الكيرف اهو ماشي كده، فانت في اتجاه طولي. الاكس دي مثلا وليكن بعد كيلو، بعد 2 كيلو، بعد 3 كيلو، بعد 4 كيلو كده، تمام. بعد كده قال لك الاي، الاي اللي هو الديستانس هنا، ديستانس الاي اللي هو من النقطه بتاعت بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن لحد النقطه دي بتساوي ايه في ال اوفر 800. بعد كده بيقول لك اي مسافه واي واحد دي الفيرتيكال ديستانس، دي المسافه ما بين اي نقطه على الكيرف لحد النقطه بتاعت التانجنت. دي قانون ثابت اي اكس سكويرد على 200 ال ال، يعني الديستانس دي دايما اي نقطه من هنا لهنا هتساوي ايه، الاي ثابته اللي هو الالجبريك ديفرنس، الاكس سكويرد، الاكس دي اللي هي المسافه من هنا لحد ايه مكان النقطه دي الاكس، تمام، على 200 ال ال، ال ال ده اللينس. اذا كل حاجه معاك ما عدا الايه الاكس هي الوحيده الموجوده. طب وليكن عايزين نطبق القانون ده، نتاكد ان القانون ده شغال صح. إيه احنا عندنا مسافه لسه إيه انا متكلم عنها دلوقتي، اللي هي المسافه ايه، قلنا المسافه اللي هي الاي. طب تعالى نحسب الاي دي، الاي دي مش من نقطه الكيرف لحد نقطه التانجنت، جميل. الاي دي اي ديستنس قلنا دي بتساوي ايه، اكس سكويرد على 200 اللينس. طب جميل، ايه الاكس هنا بكام؟ الاكس حد هنا لو افترضنا ان جي واحد زي جي 2، فالاكس اللي هي النقطه اللي في النص هتساوي ايه اللي على الاثنين، لان انا في نص المسافه. بصوا يا جماعه، لو الكيرف ده ادي ده بوزيتيف ونيجاتيف وادي ده كريست، لو هنا مثلا وليكن ده جريد ده بوزيتيف 5 وده نيجاتيف 3، هتلاقي ان اعلى نقطه على الكيرف هي جايه في النقطه هنا مش جايه في النص. طب امتى تبقى جايه في النص؟ لو ده بوزيتيف 3 ونيجاتيف 3، لو يعني لو التو جريدز زي بعض بالظبط، ده بوزيتيف 3 وده نيجاتيف 3، فهتلاقي ان ايه النقطه جايه ايه بالظبط في النص، اعلى نقطه في الكيرف، وهكذا في الساج. لو ان التو جريدز زي بعض تلاقي ان اوطى نقطه جايه برضو ايه في النص بالظبط. جميل، افتراضا ان التو جريدز زي بعض، فالاي بتساوي ايه، اكس سكويرد على 200 ال، الاي ثابته، الاكس دي المسافه ايه من الاول لحد ايه، لحد النقطه اللي فيها لحد النص هنا اللي هو بيساوي ال على 2، يعني ايه في ال على 2، تمام، الكلام ده سكويرد على 200 ال ال. تعالى هناخد ال ال دي يبقى سكويرد، يعني هيبقى ايه في ال ال سكويرد
وهنا 2 سكويرد ب 4، 4 في 200 ب 800 ال. طير ال ال مع ال ال هيديك اي ال على 800، اللي هي اي ال على 800 اللي هنا ايه اللي هي قيمة ال اي اصلا اللي جبتها. طب جميل، طب انا من الكلام ده قدرت استنتج ايه؟ قدرت اجيب واي واحد. طب تعالى نتخيل ان انا عايز احسب المسافة اللي هي واي واحد داش دي. واي واحد داش دي بتساوي ايه؟ لو انا معايا المسافة دي كلها حلو؟ وطرحت منها الديستنس دي مش يديني الواي واحد داش؟ جميل. طب المسافة دي كلها نجيبها ازاي؟ لو انا على مسافة اكس واحد مثلا اجيب المسافة دي كلها ازاي؟ لو ده جي واحد وانا على مسافة اكس واحد، فالمسافة دي كلها تساوي ايه؟ جي واحد تايمز اكس واحد ماينس الديستنس دي. الديستنس دي اللي هي بنقول ايه؟ دي اي اكس سكويرد على 200 ال ال، اللي هي ايه؟ اكس واحد سكويرد على 200 ال. بالطريقة دي انا قدرت ايه؟ اجيب المسافة ايه؟ واي واحد اللي هي موجودة هنا دي. يعني اذا اي ديستنس لو انا مثلا عند النقطة دي عايز اجيب المسافة الكلية دي، النقطة دي على بعد مثلا اكس ب، وليكن اكس ب 8 متر، اكس ب 8 متر، فتقول 8 في جي واحد، يعني اذا دي 8 جي واحد، ونخصم منها الحتة الصغيرة دي اللي هي بتساوي ايه؟ اكس سكويرد على 200 ايه، فاقدر اجيب الديستنس دي. تمام؟ ايه فكرتي في النقطة دي؟ فكرتي في النقطة دي ان انا ممكن اجي في سؤال مثلا اقول لك احسب لي مكان الهايست بوينت على الكيرف نفسه، او ممكن اقول لك على بعد اكس مثلا ب 200 متر احسب لي قيمة ال، اديني قيمة الستيشن والاليفيشن، يعني قول لي على بعد 200 متر كام الاليفيشن بتاع النقطة وكام الستيشن بتاع النقطة على الايه؟ على الكيرف. بعد كده هنا بنتكلم ان انا اه ده نفس اللي انا قلته، ان دي المفروض واي واحد، واي واحد داش اللي هي جي 1 في اكس على 100 ماينس اي اكس سكويرد على 200 ال ال. فكرتي ان انا قاسم من على 100 ومن 200 ان بحط رقم جي واحد ده، ما هو جي واحد ده برسنتج، ف3 على 100، فانا طالما حاطط لك ال 100 لو جي واحد ب 3 تحط هنا 3، وهنا برضو الاي ده المفروض كبرسنتج، فلو هو 5% في 100 تحط هنا 5 على طول، لان انا هنا ايه في 100 مضروبه تحت. بعد كده اللي عايز افرض ان انا مديني الكيرف وعايزين نعرف مكان اعلى او اوطى نقطه موجوده على الكيرف، نقدر نعرفها ازاي؟ قال لك في رول، يعني انا مثلا وليكن معايا كيرف حاجه بالمنظر ده، وادي ده الكيرف نفسه، تمام، عايز اعرف اعلى نقطه دي عند ستيشن كام والليفيشن قد ايه. قال لك عشان تعرف هي بعدها قد ايه من نقطه الاكس اللي هي الديستنس دي، هناخد القانون ده جي واحد في اللينس بتاع الكيرف كله على ايه، ده يديك المسافه الاكس اللي هو ايه البعد بتاع ايه اعلى نقطة على الكيرف. طب افرض ان ده ساج حاجة بالمنظر ده، وعايز اعرف اوطى نقطة دي بعدها عن اول نقطة قد ايه، فالديستنس الهوريزونتال دي هتساوي كام؟ هتساوي برضه جي 1 في ال على ايه دي، ده لو عايز اعرف اعلى نقطة او اوطى نقطة. بعد كده انا بنتكلم عن الستيشنز والاليفيشنز، انا هنا مثلا الستيشن بتاع البي في سي دي اول نقطة هتساوي البي في اي ماينس ال على الاثنين. بصوا يا جماعه احنا هنا اتفقنا في الاول ان احنا طبيعتنا لما بنيجي بنصمم الفيرتيكال كيرفز دي ده شكل بارابولا، تخيل ان الشكل ده نفسه ممطوط كده شويه، فبالتالي اللينس احنا بنتخيل ان اللينس على الهوريزونتال، يعني اللينس الهوريزونتال اللي هو المسافه دي اللي هي ال على الاثنين، زي اللينس على الكيرف زي اللينس بتاع التانجنت، التلاته بنعتبر ايه ان التلاته يعتبروا نفس اللينسات زي بعض. فهنا ستيشن البي في سي دي او النقطة هتساوي ستيشن البي في اي ماينس دي اللي على الاثنين اللي هو الديستنس دي. طب ستيشن البي في تي هي هتساوي ستيشن بي في اي زائد المسافة اللي هو من هنا لهنا اللي هي اللي على الاثنين. طبعا احنا بنفترض ان الهوريزونتال زي اللي على الكيرف زي التانجنت، ثلاثة زي بعض، ده نتيجة ان الشكل نفسه بارابولا فتحس ان هو مشدود كده، تحس الشكل ده مشدود ايه من ناحيتين كده، فتقريبيا المسافات زي بعض. يعني لو ان الهوريزونتال دي مثلا ب 0.5 دي على الكيرف مثلا ممكن تطلع 0.51. بعد كده الاليفيشن بتاع البي في سي اول نقطه هو بيساوي الاليفيشن بتاع البي في اي ماينس الديستنس اللي هي الفيرتيكال دي. طب الديستنس الفيرتيكال دي هنعرفها منين؟ لو انت معاك المسافه اللي هو الاكس هنا، لان النقطه دي مثلا لو ليكن النقطه دي على بعد الا على الاثنين، فاقول الا على الاثنين في جي 1 يديك دي الديستنس الفيرتيكال دي، لو ده جي 1 وهنا الديستنس دي اللي على الاثنين، فاللي على الاثنين في جي 1 يديك الديستنس الفيرتيكال ده. فاذا لو خدت الاليفيشن بتاع النقطه دي زائد الديستنس اللي هي دي يديك الاليفيشن بتاع اي النقطه اللي فوق، وهكذا. عايز اجيب مثلا الاليفيشن بتاع النقطه دي،
لو خدت الاليفيشن بتاع البي في اي وطرحت منه الارتفاع ده يديني ايه النقطة دي فين. طب والارتفاع ده اعرفه منين؟ الديستنس دي جي 2 والديستنس من هنا لهنا باكس مثلا وبال على الاثنين برضو نفس الموضوع، فدول جي 2 في ال ايه على الاثنين. بعد كده بنتكلم على تصميم الفيرتيكال كيرف نفسه. اللي فات ده كنا بنتكلم عن نقطة الجيومتري. بعد كده الفيرتيكال كيرف ده نفسه ده اما ان هو كريست يا اما ان هو ساج. لو ان هو كريست تصميمه ازاي؟ بنصمم اول حاجة على ايه السايد ديستنس. ايه السايد ديستنس؟ ان انا وانت ماشي على الطريق ال H1 ده ارتفاع عين السواق نفسه، ال H2 ده الاوبجكت نفسه، وده الكيرف. انا دايما بعمل حسابي لما اجي احسب الستوبنج سايد ديستنس اللينس ده اللينس بتاع الكيرف. طبعا انا محتاج ان انا اللينس بتاع الكيرف يكون اكبر من ايه من مسافه رؤيتي بحيث ان انا الحق افرمل. يعني لو الستوبنج سايد ديستنس طلع ب 100 متر يبقى اللينس بتاع الكيرف لازم يكون اكبر من ايه 100 متر عشان ايه يبقى سيف. هنا بنتكلم على نفس الفكره بس ايه خلاص احنا قال لك ايه، قال لك خلاص احنا لو عايزين نحسب اللينس بتاع الكيرف ومعايا انا مثلا معايا الستوبنج سايد ديستنس عايز احسب اللينس بتاع الكيرف هنحسبه ازاي؟ قال لك هنفرض ان الاس اكبر من ال، ولو الاس اكبر من ال ده الرول اللي هنستخدمه. ال بتساوي 2 اس ماينس 200 روت اتش 1 زائد روت اتش 2 كل ده سكويرد على الاي. الاي دي الالجبريك ديفرنس عارفينها، الاس الستوبنج سايد ديستنس، الاتش 1 والاتش 2 مجهولين. طب نعرفهم منين؟ قال لك الاتش 1 ده الدرايفر اي هايت ارتفاع عين السواق ده بيكون 3.5 فيت. طب ال H2 قال لك ده الاوبجكت هايت وده بيكون ايه ب 2 فيت، ده اللي هو الايه ال H2. كده انا عرفت ال H1 وعرفت ال H2 ومعايا ال S ومعايا ال A. كده ايه المجهول الوحيد اعرف احسب ايه ال L. احنا هنا بنفرض ان ال S اكبر من ال L، ولو ال S اصغر من ال L الرول بيختلف. بس كل الحاجات ال S ده الستوبنج، ال A الالجبريك ديفرنس، ال H1 احنا عارفينها، ال H2 احنا ايه عارفينها. بالتالي ال H1 وال H2 دول نتيجة ان دول كده كده ارقام ثابتة، فقال لك خلاص فور سمبلستي ان احنا ال H1 دايما ب 3.5 فيت وال H2 ب 2 فيت، فخلاص دي الايكويشنز بتاعتنا. ال L بتساوي A في ال S سكويرد على 2158، ده لو ال S اصغر من ال L. طب لو ال S اكبر من ال L يبقى ال L بتساوي 2 S ماينس 2158 على A. تمام، ده مجرد دي للسهولة بس. تمام، ان انت هي بدل ما ان انت تقعد تحفظ ارقام ال H1 وال H2. بعد كده عندنا جدول. انا دلوقتي كنا بنقول ان احنا عندنا حاجه اسمها كي، واتفقنا ان كي ريت اوف فيرتيكال كيرف، وقلنا كي دي بتساوي ال L ايه ال L في ال A. لا، كنا بنقول ان اللينس بيساوي كي في ال A في ال A، اللينس بتاع الكيرف بيساوي كي في ال A. قلنا كي ده ريت اوف فيرتيكال كيرف. هنا الجدول ده ببساطه ان انت انا هديك في المساله ديزاين سبيد معينه، وندخل نجيب عن طريق ان لو قلت لك ديزاين سبيد ب 100 تدخل هنا ب 100 تجيب لي ليه الكي بتاعت الكيرف نفسه ريت اوف فيرتيكال كيرف. ده لو ان انا مترك، وده لو ايه يو اس يونتس مايل بير اور، وده لو مايل بير اور ده كيلومتر ايه بير اور. برضه نفس الكلام، هندخل مثلا وليكن 60 مايل بير اور، تخش تجيب لي اللي الريت اوف فيرتيكال كيرف. هنا نفس القصه اللي احنا بنتكلم عنها، ان برضو هنا الاكس اكسس ده اللينس ده الاي، وهنا اللاين ده بيفصل ما بين الاس اصغر من ال والاس اكبر من ال. ونفس الموضوع برضو ان انا عشان اجيب ايه اللينس بتاع ايه الكيرف، ان انا معايا جريد هدخل هخبط هنا اللاينز دي فيلوستي وكي، هدخل اخبط في كي معينه وانزل اجيب ايه رقم، الرقم ده يعبر لي عن اللينس بتاع الايه الفيرتيكال كيرف. بعد كده اللي بنتكلم عنه هنا ببساطه، هنا انا كده خلصت تصميم كريست. بنتكلم عن الساج. قال لك الساج ده ان العربيه ماشيه ونازله ايه نازله كيرف حاجه بالمنظر ده. قال لك ايه العربيه ماشيه، بنصمم السايد ديستنس اقصى مسافه انت شايفها، هي مش مسافه الاستوبنج، لا ده دي المسافه اللي بروفايدد باي كار هيد لايتس، ده نور العربيه، المسافه اللي نور العربيه مغطيها، اقصى مسافه نور العربيه مغطيها دي السايد ديستنس بتاعك. وقال لك لازم نخلي الكيرف ده يكون كومفورت، ولازم يكون لي جنرال ابيرنس، شكل الكيرف يكون مظبوط. والتاني حاجه ايه نقطه الدرينج، نفس كل اللي اتكلمنا عليه دي، بوينت اوف فيرتيكال كيرف، بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن، بوينت اوف فيرتيكال تانجنت. هنا المسافه الاي اللي كانت هناك بقت اي تحت هنا، هنا دي الديستنس اللي هي ايه قلنا من الكيرف لحد التانجنت اللي هي كانت اي اكس سكويرد على 200 ال ال. ونفس الموضوع برضو لو عايز احسب مسافة من هنا لهنا اللي هي كان اسمها y1 داش، هتلاقي ان y1 داش دي بتساوي الديستنس دي كلها
distance دي كلها اللي هي بي ده اكس وده جي 1 اللي هي جي 1 في الاكس ماينس الديستنس دي اللي هي من هنا لهنا اللي هي اي اكس سكويرد على 200 ال ال اي اكس سكويرد على اي 200 ال ال دوت اي اللي هو واي 1 اي داش. بعد كده بنتكلم على السايد ديستنس. ايه الكرايتيريا بتاعت السايد ديستنس؟ قال لك لو الاس اكبر من ال او لو الاس اصغر من ال. لو الاس اكبر من ال اللينس ده بتاعي هيساوي 2 اس ماينس ده الرول ايه بتاعي. لو الاس اصغر من ال ده الرول. ايه المجهول عندك؟ في حاجه اسمها ايه؟ اتش سب الاس ده الستوبنج سايد ديستنس اتش سب اتش والبيتا دول الاثنين. الاس ده الستوبنج الاي ده الالجبريك ديفرنس. الاس سب اتش دي مجهوله والبيتا مجهوله. قالك ال H sub H دي ده ال height بتاع car head light وال beta دي ال angle ايه بتاعت ايه ال light نفسه. وهنا ده لو ال S أكبر من ال L وهنا في قانون تاني لو ال S نفسها أصغر من ال L. تمام. وهنا ال lens بيساوي K في ال E نفس القانون اللي ايه اللي احنا كنا قايلينه. قالك هنا برضو ده لو ان انت بتصمم side distance. قالك for comfort عشان تحقق فكرة ان ال curve يكون comfort قالك ان ال lens ده بيساوي E في السرعة سكويرد على 64.5. قالك عشان تحقق الجنرال ابيرنس لازم ان اللينس بيساوي 100 ل ايه؟ للالجبريك ديفرنس. قالك هنا برضه فور سمبلستي ان الاتش كار هيد لايتس هناخده دايما ب 2 فيت والبيتا دي ب 1 ديجري فخلاص هنعوض بيهم دايركت. فبقى لو الاس اصغر من ال ده الرول. لو الاس اكبر من ال ده ايه؟ ده الرول اللي بقى موجود عندي. دي لمجرد ايه الصورة. تعالى ايه برضه نفس الكلام الجدول ده. الجدول اللي فات اللي هناك ده كنا بنتكلم عنه ده كان بتاع الكريست. الجدول ده كان ده بتاع ايه الساج. الساج لو ان انا عايز احسب اللينس بتاع الكيرف ده بيساوي كي في الاي. الاي ده الالجبريك ديفرنس. الكي عشان اجيبها بيديك سبيد وليكن سبيد ب 100 ندخل نجيب ايه اللي الكي بتاعتي. هنا نفس النظام لو السبيد ب 40 مايل بير اور ادخل اجيب ايه الكي بتاعتي. بعد كده هنا برضو ده نفس اللي احنا قلناه لو لسه اصغر من ال او اكبر وبتجيب ال ال وان الاكس اكسس ده عباره عن اللينس الواي ده عباره عن الاي الخطوط اللاينز ما دي فيلوستي او كي. اخر حاجه قالك لو ان انا بصمم ساج فيرتيكال كيرف وانا نازل جوه الكيرف نفسه. لو انا نازل جوه الكيرف نفسه بنصمم بطريقه مختلفه شويه. ايه هي الطريقه المختلفه؟ ان انا باخد في اعتباري هنا بنتكلم عن لو ان انا عندي ساج فيرتيكال كيرف وان انا العربية دي هتعمل اندر باسنج تحت الكيرف نفسه. يعني العربية مثلا ده الدرايفر ودي اتش واحد وده الاوبجكت وهنا في زي ده دي زي الكاميرا بتاعت النفق نفسه. يعني انت وانت نازل اي نفق في كاميرا او حاجة زي كده بتمنع الرؤية انت متقدرش تشوف لحد اخر النفق مثلا. فبالتالي كل بنصمم تصميم نفسه على مسافة هنا اسمها سي. ايه السي ده؟ المسافة اللي هي كليرنس. كليرنس ده اللي هو ايه الفيرتيكال كليرنس. فبقت القوانين اختلفت ان هنا الجداول دي لو الاس اكبر من ال ال وهنا الجداول دي لو الاس اصغر من ال. هنا لو مترك هنا لو يو اس يونتس لو مترك هنا لو يو اس يونتس هنا اتش واحد واتش اتنين نفس الكلام. الاس هو الستوبنج سايد ديستنس. كل الجديد السي ده الفيرتيكال كليرنس دي المفروض هتكون عارفها من الصور نفسه. وهنا لو الاس اصغر من ال وكل حاجه زي ما هي ما فيهاش اختلاف. والسي دي برضه ايه الفيرتيكال ايه كليرنس. وهنا بناخد ان الاتش واحد باخدها ب 8 فيت او 2.4 وده لو ايه لو تراك درايفر. والاتش 2 بناخدها ب 2 فيت او 0.6 ده اللي ايه الهايت بتاع الاوبجكت الموجود العادي بقى. تعالى بقى ناخد اكزامبل كده على الكلام ده. بيقول لك 360 متر لونج كريست فيرتيكال كيرف هاز بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن ات ستيشن 3 بلس 40 and elevation من 280. The initial grid is 3.5 وال final grid is negative 6.5. Determine the elevation and station بتاع ال highest point وال point of vertical دي المفروض point of vertical curve وال point of vertical ايه tangent. هو ببساطة مديك النقطة دي كstation ومدالك كelevation. عايز يعرف أول نقطة على الكيرف ادي ده الكيرف اهو. عايز يعرف اول نقطة على الكيرف ستيشن وليفيشن واخر نقطة ستيشن وليفيشن. وعايز يعرف اعلى نقطة زي اعلى نقطة على الكيرف دي على بعد ستيشن قد ايه والليفيشن بتاعها ايه قد ايه. طب تعالى ايه نشوف هنعمل ببساطة كده. ان انا معايا البي في اي دي النقطة دي عند 3 بلس 40 ده الستيشن. لو انا عايز اجيب الستيشن بتاع اول نقطة هاخد الرقم ده ماينس المسافة اللي هي ايه من المسافة اللي هي من هنا لحد الاول. الديستنس دي اللي هي قد ايه؟ الديستنس دي اللي هي ده سلوب جي واحد مضروب في الديستنس اللي هي من هنا لهنا اللي هي ايه؟
اللي هو اللينس على الاتنين. اللينس ده كله ب 360 على الاتنين اللي هو ب 180. الموضوع ببساطة الـ VVI دي معايا ستيشن وليفيشن. عايز اجيب النقطة دي اول حاجة، تعالى نجيبها كايه، كستيشن. كستيشن خدت الـ VVI النقطة دي ماينس الديستنس اللي هي من هنا لهنا اللي هي ايه اللي على الاتنين اللي هي ب 180. كده ده يديني الستيشن بتاع اول نقطة. طب الستيشن بتاع النقطة الأخيرة هي الستيشن بتاع النقطة دي زائد ال L على الاتنين، فخدت قلت ستيشن بي في اي زائد ال L على الاتنين يديني الستيشن بتاع ايه اخر نقطة اللي هي ادتني 3 متر. خد بالك ان هنا ده 3 كيلو بلس 40 متر، لما طرحت منها 180 متر فادتني 2 كيلو و860 متر. بعد كده ال elevation بتاع ال point of vertical curve اللي هي دي هتساوي ال elevation بتاع النقطة دي ماينس المسافة اللي هي من هنا لهنا. المسافة دي اللي هي عبارة عن ايه، ده عبارة عن جي وان في ال L على الاتنين عشان يديني من distance ال vertical اللي هي من هنا لهنا. فطرحت ده من ده اداني ال elevation بتاع ال point of vertical curve اللي في الأول. طب عايز اجيب point of vertical tangent، نفس الكلام، ال elevation بتاع النقطة دي ماينس ال distance من هنا لهنا. طب ال distance دي اللي هي ايه، جي تو في ال L على الاتنين، فقلت ال distance ال بي في اي ماينس ال على الاتنين في جي تو، اداني اداني ال elevation بتاعها. بعد كده عايز احسب، هو بيقول لك عايز احسب الاستيشن والليفيشن بتاع اعلى نقطه الهايست بوينت. الهايست بوينت دي عايزين نعرف الاول مكانها، مكانها فين، بنحسبه من القانون. قال لك القانون بتاعك ان الاكس اتش بتساوي جي 1 في ال اوفر اي، او جي 1 اوفر اي في ال. جي 1 معايا، الاي معايا في تايمز ال ال، الكلام ده اداني الاكس اتش بكام، ب 126 اي متر. طب خلاص دي عرفتها ب 126 متر. طب عشان اجيب ايه عندها اني ستيشن، خدت الستيشن بتاع البي في سي، لان لو الكيرف كده قلت خلاص يبقى دي الستيشن بتاع البي في سي زائد الاكس اتش، هيديني ده الستيشن بتاع، الستيشن بتاع البي في سي بلس الاكس اتش اداني الستيشن بتاعت ايه، النقطة اعلى نقطة اللي هي مثلا وليكن دي. تمام. بعد كده عايز تجيب الاليفيشن بتاع اعلى نقطة، فهاخد الاليفيشن بتاع النقطة دي زائد المسافة الفيرتيكال دي. طب المسافة الفيرتيكال دي اجيبها منين، اللي هو 126 في الديستنس اللي هي ايه، المفروض ان انا معايا الاليفيشن بتاع النقطة دي هجمع عليها الاليفيشن بتاع الحتة اللي هو من هنا لحد هنا. طب الحتة دي هجيب الاليفيشن بتاعها ازاي، اللي انا بقوله ان انا معايا الاليفيشن بتاع النقطة دي عايز اجمع عليه المسافة من هنا لهنا. المسافة من هنا لهنا دي عشان اجيبها عايز المسافة دي كلها واطرح منها الحتة الصغيرة. المسافة دي كلها اللي هي بكام، اللي هي ده لو جي 1 هيبقى جي 1 في الديستنس اللي هي دي اكس اتش اللي هو ب 126، يعني 126 جي 1 في الاكس اتش اللي هي الديستنس دي، دي المسافه دي كلها ناقص الحته الصغيره دي. الحته الصغيره دي اتفقنا ان هي بايه، بتساوي اي اكس سكويرد على 200 اللينس. فقلت اي اكس سكويرد على 200 اللينس هنعوض بالكلام ده دايركت، اداني ايه، اداني الاليفيشن بتاع ايه، بتاع الهايست اي بوينت على الكيرف. بعد كده بنتكلم على البروبلم 3 هنا، بيقول لك a sag vertical curve connects a negative 2 grade with a positive 2.5% on a rural arterial highway if the criterion selected for design is the minimum and the design of the speed of the highway is 100 km per hour. عايزك تحسب ال elevation بتاع ال curve عند 50 متر interval، يعني كل 50 متر تدي له elevation. بيقول لك لو الجريدز انترسكتس ات ستيشن، عند ستيشن 14 كيلو متر بلس زيرو وعند اليفيشن 280، يعني اذا هو مديك النقطه اللي عندها لنقطه البي في اي مدالك كستيشن وكاليفيشن. الموضوع ببساطه عايزين اول حاجه نحسب اللينس. هو اللينس ده عباره عن الكي في الاي، الاي ده عباره عن جي 2 ماينس جي 1، جي 2 ماينس جي 2 اللي هو ب 2.5 ماينس جي 1 ده كان بنيجاتيف ماينس نيجاتيف 2 عندك 40.5. الكي هو مدالك هنا ايه ب 50، الفكره هو هنا مديك الكي ب 50. لو مش مديك الكي انت بتدخل بال 100 كيلومتر بالاور على الجدول تجيب ايه الفاليو بتاعت الكي. طب خلاص جبنا اللينس، كيف الايه، جبت اللينس. لا تعال نجيب الستيشن. الستيشن بتاعت البي في سي بتاعت اول نقطه بتساوي الستيشن بتاع البي في اي ماينس اللينس على ال على الاثنين، ما فيهاش مشكله. طب الاستيشن بتاع اخر نقطه الاستيشن بتاع البي في اي زائد الايه اللي على الاثنين، برضو نفس الموضوع ما فيهاش مشكله. طب تعالى ايه نجيب الاليفيشن بتاع، انا كده اللي انا جبته ايه ده ستيشنز، تعالى نبتدي نجيب الاليفيشن. الاليفيشن بتاع اول نقطه اللي هي البي في سي دي هيساوي الاليفيشن بتاع البي في اي زائد الديستنس اللي هي الفيرتيكال دي،
طب المسافة الفيرتيكال دي اللي هي هتساوي ده ال على الاتنين، وده جي وان زائد ال على الاتنين في جي وان. طب نفس الموضوع، لو عايز اجيب الاليفيشن بتاع النقطة دي، هو الاليفيشن بتاع النقطة دي زائد الديستانس اللي هي من هنا لهنا. طب ديستانس من هنا لهنا هتساوي دي جي تو، والمسافة دي ال على الاتنين زائد جي تو في ال على الاتنين، جبت الاليفيشن بتاع ال لاند اوف فيرتيكال كيرف. طب خلاص انا كده معايا كل نقط كاليفيشن وكاستيشن، تعالى نبتدي نجيب ايه، تعالى نبتدي نقسمهم. اول نقطه الاستيشن بتاعي عند 13 بلس ايه 887. اول نقطه تعالى نتاكد بس، اول نقطه الاستيشن بتاع اول نقطه عند 13 بلس 887 ونص. فهنا كل اللي انا عملته جيت حطيت اول نقطه وحطيت اخر نقطة. اول نقطة بعد كده هو بيقول لك عايز تمشي كل 50 متر، فقربت الرقم دي 13 بلس 887 خلاص بقت 13 بلس 900، بحيث ان انا اقدر امشي كل 50 متر. فمشيت 50 بقت 950 متر، كده بقت 1 كيلو، فبقت دي 14، بعد كده بقت 14 كيلو 50 متر، بعد كده 14 كيلو 100 متر، بعد كده دي الاند اوف فيرتيكال كيرف. طب كده انا معايا الستيشنز دي البي في سي، دي الاند اوف فيرتيكال كيرف. بعد كده الديستنس المسافات اكس من الكيرف، يعني لو وليكن ان ده الكيرف اللي موجود عندي تمام، ودي اول نقطه اللي انا على بعد قد ايه من الكيرف. قال لك في الاول انت عند بعد زيرو، انك عند بدايه الكيرف، بعد كده الرقم ده ناقص ده اداك 12.5، بعد كده الرقم ده ناقص ده اداك 62، بعد كده الرقم ده ناقص اول رقم اداك ايه الرقم ده. انا بحسب بنسب لاول نقطه، يعني المسافه من اول نقطه، من اول نقطه لحد النقطه اللي انا ايه عندها. كده انا حسبت كل الاكسات اللي على الكيرف، يعني كل ايه المسافات الديستانسز الاكس. بعد كده عايز احسب التانجنت اليفيشن، الاليفيشن بتاع النقطه بتاعت التانجنت دي هتساوي الاليفيشن بتاع البوينت اوف فيرتيكال كيرف ماينس الاكس في جي 1. يعني انا لو عايز احسب الاليفيشن بتاع نقطه زي هنا على التانجنت نفسه، هتساوي الاليفيشن بتاع النقطه بتاعت البوينت اوف فيرتيكال كيرف ناقص الحته دي. واتفقنا ان الحته دي هي عباره عن ايه، اكس في جي 1، الاكس معايا والجي 1 معايا، فاقدر احسب ايه الستيشن الليفيشن بتاع النقطه بي في سي موجود ماينس الاكس، دي المسافات اللي هي الاكس والجي 1 ثابته. بعد كده عندي مسافه اسمها اوفست ديستانس. ايه الاوفست ديستانس دي؟ اللي هي ايه، انا الموضوع ببساطه ان لو ده كيرف وانا كده ده المنظر، التانجنت اليفيشن دوت دي البوينت اوف فيرتيكال كيرف، وهنا واخد مسافات كل 50 متر مثلا. تانجنت اليفيشن اللي هو عند على بعد اول، يعني اول نقطه مثلا، ولا يكون على بعد دي عند الزيرو والاكس بزيرو، بعد كده عند الاكس ب 12 ونص، بعد كده الاكس بكذا الاكس بكذا، معايا كل الاكسات. التانجنت اليفيشن ان انا بحسب الاليفيشن، انا معايا الاليفيشن بتاع النقطه دي تمام، هطرح منها المسافه من هنا لهنا تمام، من هنا لهنا، ان انا عايز اجيب النقطه الاليفيشن على التانجنت ده نفسه. هنا برضو التانجنت اليفيشن النقطة دي ناقص المسافة من هنا لهنا اديك الديستانس. طب المسافة دي اللي هي بكام؟ ده جي 1 والمسافة دي اكس 1، فجي 1 في اكس 1 يديك النقطة دي، جي 2 في اكس 1 يديك النقطة دي. طب خلاص كده انا جبت النقطة على التانجنت نفسه. ايه الاوفست؟ الاوفست اللي هي الديستانس الصغيرة دي، الديستانس اللي هي من هنا لهنا. المسافة دي اصلا كنا بنسميها ايه؟ كانت بتساوي اي اكس سكويرد على 200 ال ال، فده عوضت دايركت، انا معايا الاكس بتاع كل واحده الاي ثابته والال ثابته، فاي اكس سكويرد على 200 ال. طب جميل، طب انا معايا الديستنس كده، معايا النقطه دي ومعايا الديستنس دي. لو عايز اجيب النقطه على الكيرف نفسه، كيرف اليفيشن نفسه، هنعمل ايه؟ ايه اللي انا عملته هنا؟ كل الفكره ان انت هتاخد الرقم اللي موجود هنا تجمع عليه الايه الاوفست الواي، خدت الرقم ده جمعت عليه اوفست واي اديك هنا، ده زائد ده اداك الكيرف اليفيشن، ده زائد ده اداك الكيرف اليفيشن، النقطة دي زائد الديستانس دي تديك النقطة دي عند الاليفيشن قد ايه. خلاص كده جبت ايه كيرف الاليفيشن في كل واحدة منهم. بعد كده ده اكزامبل تاني بيقول لك ايه، بيقول لك اساج فيرتيكال كيرف از تو بي ديزاين تو جوين از تو بي ديزاين تو جوين اي نيجاتيف 5 جريد تمام تو ا بوزيتيف 2 جريد اف ذا ديزاين سبيد از 40 مايل بير اور determine the minimum length of the curve that can satisfy all the all criteria. بصوا يا جماعه احنا دايما لما بنيجي بنصمم السج كيرف انا عندي كذا كرايتيريا، عندي حاجه اسمها سايد ديستانس ان هو يساتسفاي الستوبنج سايد ديستانس، وعندي حاجه ان هو يساتسفاي الكومفورت كرايتيريا، وعندي حاجه ان هو يساتسفاي الجنرال ابييرنس. هنا بيقول لك عايزه يساتسفاي ايه اول كرايتيريا، ومديك الايه برقم وبرسبشن رياكشن ايه برقم.
خلاص، كل الفكرة ان انت محتاج اول حاجة تعالى نحسب الـ stopping side distance، هنحسبها من الـ equation العادية بتاعتنا، والسرعة ب40، جبت رقم الـ stopping side distance. بعد كده انا مش عارف استخدم الـ equations بتاعت الـ s اكبر من ال ولا الـ s اصغر، فانا عملت assumption ان الـ s اكبر من ال، هحسب الـ l. جيت احسب الـ l 2s، عوضت في الـ equation الـ h ده اللي هو 0.6، هي 0.6 متر، قسمتها على 0.3048 عشان احولها لفيت، زائد الاس اللي هي ستوبنج سايد ديستنس بالفيد، تاني البيتا بواحد، عوضت بالكلام ده دايركت، اداني اللينس اللي طلع ب 433. يعني انا كنت فرض ان الاس اكبر من ال، هل هنا الاس اكبر من ال؟ لا، اذا فرضي ده غلط، فخلاص هنروح نفرض افتراض جديد ان الاس ايه اصغر من ال. تعالى نفرض فرضت الاس اصغر من ال وحسبت ال الجديده، عوضت في الايكويشن. طب الرقم ده ال ال دي فعلا كده الاس اصغر من ال؟ اه، الاس هنا كانت بكام؟ لسه هنا كانت ب 326، هنا ال دي ب 485، اذا يبقى الكونديشن ساتسفايد. طب خلاص، يبقى كده انا جبت اللينس المطلوب. طب بالنسبه للكومفورت كرايتيريا، قال لك ال مينيمم يبقى ايه في السرعه سكويرد على 64.5 الداك لينس. بعد كده الجنرال ابيرنس هو 100 في الاي داك لينس. من خلال الثلاثه لينسز اللي موجودين دول، انا عايز اجيب اللينس الكريتيكال بالنسبه لي اللي يحقق الثلاثه، هل ده اكبر لينس ولا اصغر لينس؟ ده خلينا نتخيل ان انا هاخد مثلا هاخد الرقم اللي هو ايه اقل واحد. لو انا خدت اقل لينس المطلوب اللي هو 240، هل ده هيساتسفاي فكره الجنرال او هيساتسفاي الستوبنج سايد ديستانس؟ لا، فاذا باخد اكبر واحد ايه، لان ده هو ايه السيف بالنسبه لي. فخلاص خدت ايه اكبر رقم موجود اللي هو 700. بعد كده بنتكلم هنا في بروبلم 5، بيقول لك اتو لين 10 فيت وايد لينز combined horizontal and the crest vertical curve is currently posted for a 35 mile per hour speed limit and is designed for 40 mile per hour. ودي الكيرف داتا، الهوريزونتال ده اللينس، ودي الدلتا، والاي والام اللي هو الميدل اوردينيت، وده الفيرتيكال كيرف، ده اللينس، وده جي 1 وجي 2. بيقول لك الكيرف ده adequately designed for 40 mile per hour. بالراحه كده، احنا معانا الاول الهوريزونتال كيرف. الهوريزونتال كيرف ده انا معايا الجيومتري بتاعته، معايا الام ومعايا الاي ومعايا الدلتا. حلو، بالراحه كده. اول حاجه انا محتاج احسب المساله دي ستوبنج سايد ديستنس، تطلع برقم، وليكن طلعت ب 450 فيت، يعني اذا هو بيحتاج 450 فيت عشان يقف. هنا اللينس ب 580 اكبر، يبقى اذا سيف. هنا اللينس ب 580 اكبر برضو من ال 450، يبقى اذا سيف، ان هو هنا محتاج 450 متر عشان يقف مثلا، وانا مديله ب 580، يبقى انا اذا ايه سيف. يبقى اذا اول حاجه محتاج احسب ستوبنج سايد ديستنس. في حاجه تانية دلوقتي، انت معاك الدلتا والاي والام، نعرف نحسب منهم الار بتاعت ايه، بتاعت الكيرف. طب الار بتاع الكيرف دي اقارنها بايه؟ نقارنها بالار مينيمم. الار مينيمم اللي هي بتعتمد ايه على السرعه، مش ال 40 مايل بير اور دي اللي هي ار مينيمم. لو الار بتاعت الكيرف طلعت اكبر من الار مينيمم، يبقى انا سيف، لو لا تبقى ان سيف. طب هنا انا معايا جي 1 وجي 2 ومعايا اللينس. الجي 1 والجي 2 دول يدوك ايه؟ اللينس لو تفتكر هو عباره عن كيف ايه، صح؟ الجي 1 والجي 2 ادوني الاي، الكي دي هدخل بالسرعه ال 40 مايل بير اور اجيب الكي، واحسب من هنا اللينس اللي هو ال مينيمم. لو اللينس بتاعي ده اكبر من ال مينيمم، يبقى انا ايه سيف برضه. تعالى نعمل الكلام ده فور هوريزونتال كيرف. اول حاجه هنحسب ستوبنج سايد ديستانس، هي برسبشن اكشن زائد بريكنج، هنعوض بالكلام ده دايركت، ادتني ستوبنج سايد ديستانس ب 300.3 فيت. طب الرقم ده اكبر من ال L ولا اصغر؟ انا محتاج انا ال 300.3 دي، اللينس هنا كان بكام؟ اللينس هنا كان ب 580، يبقى انا اصغر من اللينس دي، المفروض مكتوب غلط. يبقى انا هنا اصغر من ايه، من اللينس، يعني اذا انا محتاج 300 فيت عشان اقف، وهو موفر لك 500 فيت، يبقى انا اوكي سيف، مفيش مشكله. طب تعالى نحسب ال r radius، ال m الميدل اوردنت بيساوي r في 1 ماينس كوزاين دلتا على الاتنين، كل حاجة معاك ما عدا ال r مجهولة. جبنا ال r، دي ال r بتاع الكيرف الحقيقية. تعالى نقارنها بال r minimum اللي هي بناء على السرعة. ال r minimum اللي هي بناء على السرعة، r بتساوي u squared على 15 f بلس ال e، هنحسب ال r minimum. لما نقارن دي بدي، اه لا ده ال r بتاعتك اللي هي اللي موجودة دي اصغر من الار مينيمم، يبقى اذا الهوريزونتال كيرف ده از نوت ادكويتلي ديزايند عشان الار دي اصغر من الار مينيمم. طب تعال نبص على الفيرتيكال كيرف. الفيرتيكال كيرف كستوبنج سايد ديستانس هو بنفس الفاليو، الفاليو دي المفروض ان ال 300 دي اصغر من ال ال، دي المفروض اصغر، خلاص اصغر من ال ال، يبقى ده اوكي ما فيهوش مشكله، انا محتاج 300 متر عشان اقف، هو موفر لك 580، يبقى انا سيف. طب تعال نحسب اللينس، الاي جي 2 ماينس جي 1،
طرحت السلومسو من بعض، خلاص جبت الاي. اللينس هو عبارة عن الكي في الاي. الكي دي هنجيبها من التيبل. هجيبها من التيبل ازاي؟ انت السرعة اللي كانت موجودة اصلا جيفن معاك كانت بكام؟ السرعة اللي هو هنا مدالك في المسألة كانت ب 40 مايل بير اور. تعال ندخل ب 40 مايل بير اور نجيب الكي. انا هنا دي مايل بير اور ودي رقم 40، ندخل هنجيب الكي بتطلع ب 44. خلاص يبقى انا اذا عرفت الكي من تيبل ب 44. الكي في الاي ضربتهم في بعض جبت ال مينيمم ب 242. هقارن ال مينيمم دي بال لا ال بتاعتي اكبر من ال مينيمم، يبقى انا اوكي. يبقى الفيرتيكال كيرف ده از ايه؟ اديكويتلي ديزايند. واخر حاجه، شكرا جدا للاستماع.